بالله ما شاء الله. طب اعمل ايه بالمفتاح ده؟ السلام عليكم. السلام عليكم. تمام، انا اريح شويه كده. حمادة. ايوه. ازيك؟ ازيك يا دودو، انت فين؟ انا جاية، اخبارك ايه؟ انت فين قوليلي؟ انا هقول لك حالا، بس انا قاعد كده لوحدي. شايف التلفزيون اللي في اخر الشقة ده؟ اه. ممكن تقعد على الكرسي اللي قصاده؟ عينيا. حاضر. ميرسي. التلفزيون هيشتغل. طيب. اول لما تقعد وتقول لي تمام. سامعني كده؟ سامعك. اه. يلا بينا. يا سلام. عندك كم سنة في الصورة دي؟ ده أنا في الصورة دي مثلا عندي 15 سنة 16 سنة حاجة كده يعني. في اسكندرية؟ دي في اسكندرية في مسرح لسيل الحرية. ده أنا وطارق ده صاحبي من ابتدائي. بس هو دلوقتي في باريس، فعايش عايش في فرنسا يعني. متجوز ومستقر هناك وبيلعب عود في فرنسا هناك. بس حلوه، انت جبتوها منين الصوره دي؟ بعدين نقول لك. لا والله. والله بعدين هنقول. طب في مفاجآت من دي كتير ولا هو ده اخر حاجه؟ لا. انت عايز ايه؟ انا معاكي، انت عارفه انا معاكي، مش بقلق خالص. تمام، ما تقلقش خالص. طب قول لي، انت اتولدت في اسكندريه وعشت في اسكندريه لغايه سن؟ اتولدت في اسكندريه في اول سنه كام يعني؟ زي ما انت عايز. لا مش لا. ليه؟ لا اقول عادي والله. يلا بينا. اتولدت في اسكندرية سنة 76 في مستشفى اسمها مستشفى الشاطبي. ايوه. وفضلت قاعد في اسكندرية لغاية ما خلصت ثانوية عامة. وبعدين جيت قعدت في القاهرة، دخلت معهد فنون مسرحية. والصورة دي مثلا وانا في تانية ثانوي. تانية ثانوي. تانية ثانوي. امتى حبيت المسرح؟ انا حبيت المسرح، انا اشتغلت مسرح وانا عندي 6 سنين، بس ما كنتش فاهم حاجة. اشمعنى بقى؟ لان والدي رحمه الله عليه كان مخرج، وانا كنت بروح معاه من وانا صغير، وكانوا بيعملوا مسرحيه كده اسمها عالم تجن الجن. وكان عندي تقريبا 6 سنين. كان بيشترك في المسرحيه دي احمد ادم. كان لسه هو يعني ما كانش احترف التمثيل، وكان استاذ مصطفى رزق الله يرحمه. أيوة. ومثلت معاهم وانا عندي 6 سنين لغايه ما كبرت شوية بقى، بدأت أحب الحكاية. وأنا في ثانوي عملنا فريق تمثيل في المدرسة. والمسرحية دي، الصورة اللي قدامنا دي دلوقتي، دي كانت في مسرحية بعد العرض أو قبل العرض مش فاكر بالظبط. وتصورت أنا وطارق الصورة دي في الكواليس في المسرح. طفولتك كانت سعيدة؟ إيه؟ طفولتك كانت سعيدة؟ طفولتي كانت لذيذه يعني، ملهاش ملامح واضحه يعني، بس انا كنت بحب الهزار والضحك من وانا صغير. ولما اشتغلت في المسرح بقيت حابب الحكايه قوي يعني، وكنت بعمل كل حاجه بيعملوها الاطفال، بس كنت بلعب في الشارع مش في النادي يعني. دلوقتي بقى في نوادي. بقى في نوادي والناس بتروح، وكان اياميها في نوادي بس كانت الظروف مش سامحه بالنسبه للنوادي يعني. فكنا بنلعب في الشارع، كنت بلعب كوره في الشارع، بلعب الالعاب اللي هي بيلعبوها الاطفال بقى الصغيره دي، زي اللي هي المساكه وال. بابا كان بيضربك؟ بابا الله، ابدا، ده كان اكتر واحد صاحبي في الدنيا يعني. هو ضربني مره واحده بس لما عرف ان انا بشرب سجاير. دي المره الوحيده اللي ضربني. كان له واحد صديقه شافني وانا بشرب سجاير وراح قال له. ياه. لغايه دلوقتي ما بكلموش الراجل ده. ساكن جنبينا بس انا ما بكلموش يعني، بشوفه كده. ما انت قلبك اسود قوي يا احمد. معلش برضو، بس اصل دي المره الوحيده اللي ابويا زعل مني فيها يعني، وكان هو السبب، فمش هنساها ابدا يعني. ومامتك كانت بتضربك؟ عمرها ما ضربتني. ده انت دلوع بقى. انا دلوع. ليك اخت اميره؟ اميره. واخ؟ اخين، ايهاب واشرف. ايهاب واشرف.
وهما في اسكندريه، مامتك واخواتك كلهم لسه في اسكندريه؟ كلهم في اسكندريه. انت رايح جاي رايح جاي رايح جاي؟ والله انا بقيت رايح جاي في كذا حته دلوقتي. في المغرب، والمغرب عشان مراتك مغربيه واهلي في اسكندريه واهلك في اسكندريه وانت في القاهره. فعايش يا عيني بعيد عنك متمرمط طول الوقت. طب انت عرفتيني؟ انا عرفتك طبعا. انت اللي ابو اصفر اللي عامل كده؟ انا ابو اصفر اللي عامل كده. بطل الصوره؟ بطل الصوره صح. المسرحيه دي اسمها ايه بقى؟ دي اسمها البطل. البطل اسمها البطل، تاليف الدكتور عبد الغفار مكاوي. ايوه. وكانت اخراج الاستاذ عادل شاهين. من اساتذتي اللي علموني يعني ايه مسرح في اسكندريه. انا في وقعه نفسي تحكي لي، معلش نرجع بعدين للمسرحيه. بس في وقعه حكيتها لي لما كنت مع اصحابك على قهوه في اسكندريه والست اللي بتشحت دي. أيوة أيوة. والنبي ممكن تحكيها؟ والله انت الواحد بعد كده بقى ما يضمنكيش، لان في اسرار كتير ممكن تفضحيني فيها دلوقتي. لا لا ما تقلقش، لا لا ما تقلقش. انا كنت دخلت المعهد في الواقعه دي على فكره. وكنت رجعت اسكندريه اجازه. وراجع اسكندريه اجازه ومعيش فلوس ارجع للقاهره تاني. وكنت مقرر ان انا هعتمد على نفسي بقى، مش هاخد فلوس من بابا تاني. خالص. وهعتمد على نفسي. فكنا قاعدين شله كبيره على قهوه في اسكندريه. الشله دي كلهم صحابي يعني، وكلهم ليهم علاقه بالمسرح والفن وكده، بس كلهم متكحرتين يعني، ما فيش حد معاه اي فلوس خالص. ولدرجه ان كان في حد قاعد جعان يعني نفسه ياكل ومش عارفين نعمل له ايه. والقهوه تبعنا، فالمشاريب هنبقى نحاسب عليها بعدين وكده. وفجأة ظهرت شحاتة بتشحت يعني. دي وظيفتها يعني. هي بتشحت، عدت على كل الترابيزات اللي قبلينا بتشحت منهم، وبعدين جت على الترابيزة بتاعتنا، بصت لنا قوي كده، كل واحد بصت له في عينيه. والله العظيم عمري ما هنسى اللحظة دي أبدا مهما حصل يعني. وكان في إيديها شنطة بلاستيك، راحت حطها على الترابيزة بتاعتنا وماشية. فبعد ما مشيت قعدنا نبص لبعض كلنا خايفين نفتح الشنطه تطلع حاجه تفرقع في وشينا ولا حاجه. وكان ايامها لسه برامج الكاميرا الخفيه لسه جديده، فقلنا جايز ده يعني في حاجه يعني. فضلت الشنطه البلاستيك دي على الترابيزه حوالي نص ساعه ما حدش قادر يقرب لها. وبعدين فتحناها فلقينا فيها كل احتياجاتنا. اكل اكل والله العظيم. اللي كان جعان كان في باكو بسكوت كبير كده. ايوه. قعد كل، وكان في فلوس كتير كفتنا كلنا بحساب القهوه بمصاريف سفري للقاهره. ويعني كانت حاله ذهول، اللي هو يعني ما كانش ليها حل تاني غير ان ربنا بعت لنا الست دي. بعدين رحت القاهره بقى. وبعدين رحت القاهرة بعد كده بقى. أول حاجة عملتها كانت مع الأستاذ جلال الشرقاوي. أيوة. اختارني وأنا في اختبارات القبول. عملت معاه مسرحية اسمها قصة الحي الغربي. كان فيها ناس كتير قوي يعني. كان وائل نور. كنت بتقبض كام ساعات؟ كنت بقبض 300 جنيه. طب حلو، حلوين ولا؟ كانوا حلوين جدا. 300 جنيه في الشهر. و لا أنا بدأت الأول ب 150 جنيه، وبعدين لما الأستاذ جلال الشرقاوي شاف ان انا فيا امل خلاهم 300 جنيه. فكان رقم طبعا كبير يعني المبلغ. وايام المعهد بقى انا عارفه ان انت كنت شاطر جدا. بس ما بتحبش تروح. مش ما بحبش اروح يعني، ما كنتش فاهم يعني ايه اصحى الصبح امثل على غيار الريق. دي بتبقى حاجه صعبه قوي يا دودو. فاكر امتحان معين كده، سؤال معين من اللي هم تخيل ان انت دلوقتي عارف اللي هو ورده صفراء في فازه بيضاء وكده؟ كان في من ده كتير بصراحه، بس انا يعني ما كنتش مقتنع. دي مسرحيه تانية. دي مسرحيه كان اسمها ليله اسكندراني في اسكندريه برضه. كل الصور دي، كل الصور انت ليك كارير في اسكندريه. لا يعني عملت شغل انا في اسكندريه، عشان كده اول ما خلصت ثانويه عامه ما كانش في مفر من اني اجي القاهره يعني. بابا قعد معايا شويه وقال لي ما بلاش. انت ممكن تدخل هنا كليه اداب قسم مسرح لو انت مصر يعني على دراسه المسرح. فانا قلت له لا، انا شايف ان الحياه في القاهره الطف يعني. وبعدين يا دودو انا مش هشوفك في البيت. هتشوفني والنبي. عشان كده يعني، يعني انا جاي اشوفك. حاضر. طيب. دي كان اسمها ليله اسكندراني. وكنا بنقدم فيها شخصيات سكندريه، واللي هقوله لك دلوقتي ده ما تضحكيش عليه. قولي. لان انا كنت في المسرحيه دي عامل شخصيه سيد درويش. لا لا. لا بجد.
طب ممكن تغني لي طلعت يا محلى نورها والنبي عشان خاطري عشان خاطري. اشمعنى طلعت يا محلى نورها؟ بحبها. طلعت يا محلى نورها شمس الشموسي شموسي. ايوه. وكنت بتغني في المسرحية دي؟ لا لا ما كنتش بغني، كنا بنتكلم عن اسكندرية يعني ال- 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 الفنانين اللي طلعوا من اسكندرية وقد ايه كان اسكندرية لها تأثير في 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 ظهور في فن. طبعا بشكل عام يعني طبعاً. وهي اسكندرية ولادة يعني هتفضل ولادة لان جوها وحضارتها وتاريخها مهمين. والبحر انا مش عارف ايه سر البحر بصراحة، بس هو من الحاجات اللي بتوسع خيال البني ادمين قوي يعني. صح، انت بتحب البحر قوي. انا بحب البحر جدا مع اني ما بعرفش اعوم. عشان تهت وانا صغير على البحر، فمن ساعتها ما بحبش اعوم. ما جربتش تاني؟ ما جربتش بقى يعني، بروح اقعد يعني عارفه اللي هو ايه، اخد لون كده شمس وبتاع، ولو نزلت المايه بنزل بحيث. بس انت بتروح العجمي كتير؟ كتير قوي، عند محمود عبد الغفار وتامر عبد الغفار اصدقائك. اصدقائي جدا. العجمي كلنا. انا بحب العجمي قوي 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 يعني. جميله. ليه كمان ذكريات فيه من الطفوله، فبحبه قوي. وبس انا بقول لك لما بنزل المايه يعني لازم المايه تبقى واصله لغايه هنا، ده اقصى. مش اكتر من كده. اقصى حاجه ممكن اقدر اعملها يعني. لان لازم ابقى واقف. يعني فكره ان انا اعوم دي ما بعرف، انام على ظهري في المايه بس ما بعرفش اعوم. حسيت بالغربه في القاهره في الاول؟ في الاول بس، لكن دلوقتي. اوحش حاجات كانت ايه؟ والله هي كلها بصي مش حاجات وحشه قوي، بس كان فيها معاناة يعني. اولا انا قعدت مثلا في سنتين قعدت يجي مثلا في 12 شقة. يعني كل شوية اخد شقة وصاحب البيت يزهق مننا فيمشينا فاغير الشقة يعني. قعدت متمرمط شوية حلوين كده في ايام كتير. كنت ساكن مع مين؟ كنت ساكن في الاول خالص كنت انا ومجموعة من اسكندرية، منهم احمد شوقي وعلاء الشريف اللي كانوا موجودين في الصوره اللي قبل كده. احنا جينا من اسكندريه مع بعض. انا واحمد شوقي دخلنا فنون مسرحيه، انا تمثيل وهو دراما ونقد. دراما. وعلاء الشريف دخل معهد سينما قسم اخراج. وكان معانا وائل ابراهيم من اسكندريه برضه، ودخل فنون مسرحيه معانا. وقعدنا مع بعض في شقه، وبعد شويه بقى ايه، ناس بتتغير وناس بتفضل. واستقريت في فتره من الفترات انا ومحمود عبد المغني. محمود كان دفعتي قوي يعني، دخلنا مع بعض ومن اول يوم كنا اصحاب. عاش معايا مع انه هو اهو، مع انه هو مش متغرب ولا حاجه، ده هو من القاهره من هنا وتحديدا من امبابه يعني. بس طول الوقت كان محسسنا انه متغرب يعني، فكان قاعد معايا بقى مش عارف بيعمل ايه. ده انتيمك؟ ده انتيمي قوي يعني، ده اللي هو اعز اصدقائي، هو وتامر عبد الغفار ومحمود عبد الغفار وحسين العشري وشله كبيره. شله جميله. شله لغايه دلوقتي. احنا امبارح كنا بنتفرج على الماتش سوا يعني. وعم صلاح عبد الله والشله المكبره بقى. عمنا. انا احب يعني مش عايز احطه في وسط الشله لان هو يعني قيمه اكبر مننا بشويه يعني. لكن هو برضو من وصديقنا. صديقنا قوي يعني. واطيب واحد. انت عارفه احنا اشتغلنا مع بعض احنا الثلاثه. عشره مسرح. عملنا مسرح سوا، كان حاجه جميله برضو والله. ايام فاكرها؟ طبعا فاكرها. كانت مسرحيه تمسك حكومه. أيوة. وكان برضو اخراج الاستاذ جلال الشرقاوي، وكان معانا الاستاذ صلاح عبد الله طبعا، ووفاء عامر وعلاء مرسي. ايوه فاكره علاء مرسي طبعا. وازاي انسى علاء مرسي؟ كان كواليس حلو قوي. علاء عسل. علاء برضو كان معايا امبارح. علاء من المقربين ليا انا، بس ايه يعني الـ في ناس كتير مقربين مني قوي ممكن اكون ما قلتش اسمائهم دلوقتي، فمش عايزهم يزعلوا بس مني، لان انا اللي بيجي في خيالي كده بقوله على طول يعني. مساء الخير. مساء النور. طب احكي لي عن مغني الاول، احكي لي عن مغني الاول قبل ما نيجي للصوره دي. قبل ما نيجي للصوره دي. مغني من بني ادمين الصادقين قوي. انا اكتر واحد بيفهمه في مصر يعني. يعني هو ساعات تبص تلاقي الجمله خارجه من بقه ملهاش ملامح. يعني تلاقي الكلام الحروف دخلت في بعض كده. انا الوحيد اللي بفهم هو عايز يقول ايه او قال ايه. ممكن ابص له هو يفهم انا عايز ايه.
فكره ان احنا دفعه واحده ودخلنا المعهد مع بعض وسبنا المعهد مع بعض و... المرمطه بتساعد. يعني بجد اتمرمطنا مع بعض كتير و... وهو من كتر ما بقينا اصحاب بقى شايل همي وبقى معايا. يعني هو عنده مامته ربنا يخليها له يا رب واخواته كلهم مقيمين هنا، بس هو كان معايا على طول. يعني انقل الشقه دي هو معايا، انقل الشقه دي هو معايا. ف حلوه العشره دي قوي 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 بصراحه. هي كمان اللي مقويه العلاقه ما بيننا، يعني حتى لو اي حد حاول يعمل اي حاجه ما اعتقدش انه هيقدر. نيجي بقى ل عمنا صلاح الشيخ. عمنا الكبير ده انا مش عارف يعني. انت بتحب الشعر؟ انا بحب الشعر عموما. بتحب الزجل؟ وبحب عم صلاح بشكل خاص قوي يعني. يعني انا ما كنتش واخد بالي في الاول ان انا ممكن في يوم من الايام ابقى ممثل واطرح فكره ان اعمل الشخصيه دي. يعني لسه نفسك تعملها؟ نفسي اعملها طبعا. بس شايف ان المساله يعني محتاجه يعني ايه هصبر عليها شويه. انا كنت تعاقدت عليها بالفعل على فكره. وكان مشروع قابل للتنفيذ، بس يمكن السنه اللي فاتت تم طرح الشخصيه في اكتر من عمل يعني. فانا كمان محتاج انضج شويه، يعني محتاج اكبر شويه عن كده عشان اقدر اقرب منه شويه يعني. فاعتقد ان هو هيبقى مشروع مؤجل لكنه سيظل حلم حياتي يعني. ايه علاقتك بالشعر؟ ليه بتحب الشعر كده وبتكتب؟ والله ما عارف، والله ما عارف يا دودو. ده انا تمنيت. عايزك تقول لي حاجه من الحاجات اللي كتبتها. اللي انا كتبتها والله ما فاكر. لا فاكرهم كلهم والله العظيم. ما فاكر بجد لان انا بقالي كتير قوي ما عملتش الحكايه دي. فمش حاضرني حاجه. انا ليه بقالك كتير؟ مش عارف والله ما عارف. بس بجد كان عم صلاح عبد الله. مش صلاح جايين. برضو من الناس اللي كانوا بيكتبوا. وفجأة حصل بيننا نفس الحوار اللي حصل بيني وبينك ده. قلت له فين بقى الحاجات واخر حاجة كتبتها وبتاع. فقال لي انا ما سبتش الشعر. الشعر هو اللي سابني. او قالها بطريقة كمان زجلية قوي يعني. انا ما هجرتش الشعر، الشعر هو اللي هجرني حاجة كده يعني. الجملة علقت في ودني قوي لان لقيت نفس الحالة عندي. ان انا ما كانش في دماغي ابدا ان انا ما اكتبش يعني. انت كنت بتكتب؟ كان نفسي ابقى شاعر لان بحقد على كل الشعراء بصراحه. ليه؟ بحس ان هم بيقدروا يعبروا عن احاسيسهم في كلام حلو يعني، كلام يخش القلب، صوره خياليه شعريه محترمه. انا عارفه لما حد يكون مثلا مزيكاتي ويسمع جمله شرقيه كده تسلطنه زي ما بيقولوا. انا بتسلطن قوي لما بسمع الشعر. ولما بسمع انغام برضه. بتسمع انغام متابعينك يعني. بتسلطن قوي لما بسمع انغام. انا بحبها يعني، بحب اسمعها بشكل انا كل ما يعني مثلا توصلني في المسرح او حاجه كده او تعدي علي دايما في انغام. في انغام. اصل هي برضه احنا لازم نحتفل ونحتفي بالحاجات القيمة اللي عندنا في مصر. يعني انغام من المطربات المصريات اللي بجد تفتخر ان هم مصريين وموجودين في ظل صراعات كتير حاصلة يعني. يعني انغام، شيرين، مدحت صالح، علي الحجار، والمطربين الشباب الجداد بجد. انت اشتغلت مع انغام وعلي الحجار في رصاصه في القلب؟ اشتغلت. اشتغلت مع علي الحجار وانغام رصاصه في القلب. واشتغلت مع علي الحجار روايه تانية كان اسمها اللهم اجعله خير. بس لما جينا نعمل رصاصه في القلب علي الحجار كان عارف ان انا مدمن سمع انغام. فكلمني في التليفون وقال لي احنا هنعمل مسرحيه مع بعض وانا مش عايز اقول لك مين البطله عشان يعني ما تتخضش وبتاع. قلت له ليه مين؟ فقال لي انغام. فكنت انا في اسكندريه ساعه التليفون ده.
فجيت وقعدنا وعملنا البروفات وبقينا اصدقاء انا وانغام وهي على المستوى الشخصي كمان بني ادم. اه جميله. اه فنانه بجد يعني. وحشك المسرح؟ وحشني قوي بجد، وحشني قوي ومش عارف اعمل ايه، بالرغم من اني خايف اقدم على اي تجربه مسرحيه في الفتره دي. مش عارف والله هند، يعني هل 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 انا صح ولا غلط ان الجمهور نفسه هجر المسرح؟ يعني عشان السينما اسهل وارخص. السينما اسهل وارخص، وفي نفس الوقت انا ليا وجهه نظر في الموضوع ده، ما اعرفش صح ولا لا. انا شايف ان شكل المسرح لازم يتغير، مش المبنى يعني. الشو نفسه لازم يبقى شو، يعني لازم يبقى فيه فرجه، يعني لازم يبقى زي برودواي يعني. بالزبط. زي امريكا بالظبط، يبقى فرجه شو يعني. المسرح استعراض ومزيكا كل حاجه بقى يعني. لازم يتغير الشكل التقليدي للمسرح، ان 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 الستاره مقفوله والثلاث دقات، واحنا مش بنسيب كلاسيكياتنا لا بالعكس، لكن احنا لازم نطور يعني، لازم ناخد خطوات لقدام. الحكايه دي هل محتاجه مجهود شخصي من منتجين شخصيين في قطاع خاص طبعًا. ولا مسرح الدوله؟ مسرح الدوله بيعمل اللي عليه، افتكر هو مسرح الدوله بقاله فتره مش قليله، من تحديدا من اول ما مسك الدكتور اشرف زكي. بالظبط، عامل حاله رواج للمسرح محترمه. صح. لكن مش ده اللي انا بتكلم فيه. اللي انا بتكلم فيه مش الرواج ولا العدد، مش الكم، مش كم المسرحيات، لكن انا بتكلم في الشو نفسه، في طريقه العرض نفسها لازم يحصل فيها حاجه. ممكن اطلع غلطان على فكره، بس انا ده احساسي ان اللي جاب الجمهور للسينما بعد فتره كان الناس مضربه عن السينما كمان، ان حصل تغيير. صرف. تغيير في شكل الفيلم. صرفنا. تغيير في شكل الصوره. تغيير في شكل الصوت يعني. زمان كنا بنقعد في دار العرض نقول ايه قال ايه، هو قال له ايه، طب صح ولا لا. النهارده ما بقاش فيه الكلام ده، بقى فيه صوت نقي جدا، بقى فيه سراوند، بنسمع الصوت من كل ناحيه. الصوره دلوقتي سواء اذا كان بيتم طبعها بره مصر او جوه مصر بتطلع صوره محترمه جدا. حتى التغيير على مستوى النجوم. النجوم اللي كانوا مسيطرين على الساحه السينمائيه تم تغييرهم بنجوم شباب، فكل حاجه اتغيرت، فالجمهور نزل راح السينما. فاعتقد ان التغييره دي عايزه حاجه يعني، المسرح عايز كده برضو يعني. مش بس تغيير نجوم ولا تغيير ممثلين، لا تغيير الشو كله على بعض. احمد انت باباك توفى من سنتين. اه الله يرحمه. لا. بيوحشك؟ بيوحشني جدا، وحشني في لحظات افتقدته فيها قوي. اول ما شفت حمزه. حمزه ابنك؟ اول ما شفت يا رب. اول ما شفت حمزه، لان هو في مره من المرات كده قال لي انا نفسي اشوف ابنك قبل ما اموت. فطبعا الاعمار بيد الله، وربنا توفاه قبل ما يشوف حمزه. بس في تواصل ما بيننا بقى يعني، انا وهو في تواصل ما بيننا، بس هو تواصل سري شويه يعني، مش هقدر اقوله لك. تواصل سري يعني بيني وبينه بس. يعني بيني وبينه بس، ممكن وانا صاحي، ممكن وانا نايم، ممكن وانا بصلي، ممكن يعني في لحظات كده بحس ان هو شايفني وفرحان بيا وفرحان بحمزه يعني. ساعات بيوصل لي الاحساس ده وببقى متاكد منه يعني. كويس. تمام يا احمد، استاذنك تقوم. اقوم؟ اه طيب، بس عايز اقول لك ان انا عجباني الفكره قوي. ميرسي. اه والله العظيم كلك ذوق. اقوم بس ولا اقوم وامشي ولا في سي دي بلاير على يمينك؟ على يميني؟ اه سي دي بلاير اهو، ومعظم انواع المزيكا. وعايزك تختار اكتر حاجه قريبه منك، اكتر حاجه عاجباك في كل دول، في غربي، في شرقي، في قديم، في جديد، في انغام. ينفع اختار كذا حاجه؟ لا هي حاجه، حاجه واحده بس. هقلب كده واقول لك حالا انا ايه هختار ايه. فايزه طبعا بتسال ليه عليا. جورج وسوف دول مش حبايب. ورده ليل وغربه. لما بتبقى في حاله حب بتسمع مين؟ بسمع انغام. وبسمع ورده. ورده. اه اكتر اغنيه بتحبها الورده ايه؟ في لولا الملامه، بحب لولا الملامه قوي. لولا الملامه يا هوا، لولا الملامه.
فانا ممكن بعد اللفه دي اختار ورده برضو. يلا بينا. ورده ليالي الغربه. ليه بس كده؟ لان انا بحبه جدا بصراحه. اوكي طيب نحطه. لا انا ما كانش قصدي ده. اوكي انا فاكر، انا قصدي اللي بحسبه اللي هو فيه ليالينا، وكان شغل بليغ حمدي. كان اسمه ايه؟ ليالينا. اه ليالينا، ولا اغاني الفيلم. اه لا ما اعرفش كان اسمه ايه. وحنين، الغنوه بتاعت حنين. طب شوف حاجه تانية. حاضر. انتوا مستعجلين ولا عادي؟ عادي عادي صح. مين بقى دول؟ دول فيهم. انت شخصية مترددة؟ انا شخصية مترددة جدا. برجك ايه؟ الحمل طبعا. اه في محمد فوزي، وفي محمد عدوية، وفي محمد عبد المطلب. ايوه. وفي يوري مرقدي. ودول انا عارفة في ايه. انا عايزك انت اللي تختار حاجة. مش انت اللي قلت لي ايه دول؟ ايوه بس اختار يا احمد. اختار. طب لما بتبقى في حاله شجن بتسمع خلاص مين؟ انا هرجع اختار فيروز، حفله بيت الدين. اوكي. لما بتبقى في حاله شجن بتسمع مين؟ انغام برضو. لما ببقى في حاله شجن بسمع انغام، بسمع مدحت صالح، بسمع ده انت مره فاكره سلفتني شريط او لا ما رضيتش تديهولي وما رضيت عشان كان حاجه خاصه قوي. كانت حفله، حفله مدحت صالح في الاوبرا اللي بيغني فيها ثلاث سلامات. وانا دي من اغانيه المفضله. لا بس انا اعمل لك منها كوبي والنبي عشان انا يعني والله اعمل لك منها كوبي جدا يعني. لان انا بعد كده سالت مدحت ان انا ممكن اعمل كده فقال لي يعني. حلو قوي. الحفله دي كمان كانت فظيعه يعني. حط لنا سي دي. حاضر يا باشا. بص بقى هتلاقي اوبن وكلوز تحت المكان اللي يتحط فيه سي دي على طول على اليمين. اوبن وكلوز. اكتر اغنيه بتحبها لفيروز ايه؟ كيفك انت. تمام. هو هيشتغل لوحده. اوكي. في مكتبه وراك شايفها؟ فيها كتب. فيها كتب. دي وظيفه المكتبه عموما. المكتبه اتعملت عشان يبقى فيها كتب يعني. ده حقيقي. بس دي حاجتك انت بقى يعني. مش كلها والله. حاجتي انا ازاي؟ الكتب. انا لما لقيت كتب كتير قلت عادي يعني مش مستغرب. في منها بس مش كلها بتاعتي. اختار ايه؟ اختار عايز. لا مش تختار. قولي بتقرا كتير الاول ولا لا؟ والله انا بقى يعني اشتكي لك من نفسي شويه. لان انا بقالي كتير مقصر في حق القرايه. وبتقرا شعر اكتر ولا نثر اكتر؟ بقرا شعر طبعا بشكل قوي جدا. لكن القرايه بشكل عام زمان كانت اكتر من دلوقتي، مش عارف ليه، يمكن عشان انا دلوقتي بقيت مشغول شويه. لكن ده شيء مضايقني مش بسطني يعني. حاسس ان عايز اعمل كده يعني، عايز ارجع تاني. انا زمان كنت احب اقرا قبل ما انام. انا فاكره ان احنا مره قعدنا في المسرح باين. قعدت تقول لي شعر حافظه صم لاحمد فؤاد نجم. خميس عز العرب صلاح جايين، وخميس صديقي شاعر اسكندراني قوي جدا يعني. لا دلوقتي ما بقتش اقرا زي الاول بصراحه يعني. حتى ممكن اقرا كتاب شعر، ممكن اقرا اخر حاجه قريتها كتاب اسمه شكلها باظت. شكلها باظت؟ كتاب حلو قوي، هبقى اديهولك تقريه على فكره. شعر ولا ايه؟ لا لا لا. عن ايه؟ شكلها باظت هيبقى عن ايه يعني؟ غيري الموضوع بقى بسرعه. حاضر. تمام. وفي افلام برضو كتير. قولي اكتر فيلم بتحبه في المطلق. فيلم على الاطلاق. في المطلق بحب الهروب والبريء. بحب الفيلمين دول قوي يعني. مش افلام كوميدي يعني؟ لا لا، اصل لا في فرق بين فيلم انا عايز اتفرج عليه وكده بتمعن، لكن لو انا عايز اتفرج على فيلم كوميدي هختار فيلم كوميدي. لكن ايه بقى اكتر فيلم كوميدي بتحبه؟ اكتر فيلم كوميدي بحبه فيلم الناظر بتاع علاء ولي الدين. الله يرحمه. بحبه قوي يعني، بضحك بجد فيه من قلبي يعني. علاء بيوحشك قوي. الله يرحمه. بس هو موجود برضو معانا يعني، ربنا كرمنا بمعتز ولي الدين اخوه شبهه. فعايشين معاه يعني على طول. وطبعا اعماله عايشه. فهو موجود يعني، هو موجود معانا، مش موجود. طب يعني طب اوحش فيلم شفته؟
سؤال بقى مش لذيذ على فكره. ليه؟ سؤال مش لذيذ يعني. ليه؟ لا مش الاسماء، قولي قصه مثلا، قصه الفيلم. لا لا انت يعني، انت يعني ممكن تبقي متخيله فبلاش. اوكي. عشان الزملاء برضو ما يزعلوش مننا يعني. اوكي ماشي، هقول لك عليه بعد ما نخلص. اوكي. اخر فيلم شفته، وممكن يكون فيلم اجنبي على فكره بس وحش. لا ما هو انت قلت لي اوحش فيلم شفته ما كانش اجنبي. اوحش فيلم شفته كان مصري. ما كانش ما كانش اجنبي. تمام، فانا صريح. اوكي، فبما انه مصري ما ينفعش اقوله. اوكي، حابه اقوله لك لما نخلص او لو جيتي زرتينا في شقتك دي. حاضر. طب اخر فيلم شفته؟ اخر فيلم شفته امبارح، كنت بشوف ايه امبارح؟ اخر اصل انا اخر فيلم شفته امبارح مثلا، بس كنت شفته قبل كده، بس هو ده اخر فيلم شفته. طيب قول لي. تريننج داي. ايه ده؟ ايه؟ معرفوش. لا والله ده فيلم محترم قوي. معرفوش. هديهولك عندي في البيت برضه، فيلم قوي. أوكي. فيلم حلو جدا. اوكي. اخر اكتر ممكن ترجع عند المكتبه يا حماده بليز؟ ليه؟ حنا داين. ممكن تحكي لنا موضوع حنا ده يلعب ده؟ موضوع حنا ده يلعب؟ ده في العجمي برضه على فكره. ايوه، كنت انا ومراتي وكان معانا تامر. ايوه، عبد الغفار. عبد الغفار. وقفنا في مكان كده نشتري حاجه من محل جنبينا. فكان السقف مفتوح بتاع العربيه. فحد طلع من بلكونه وقعد يشاور وبتاع، فشاورت له فغنى الاغنيه، بس واضح ان هو عنده مشكله في النطق، مشكله في الميم. الميم بتطلع نون على طول. فاول ما قالها قال حنا ده يلعب، حنا ده يكسب، وبعدين بدا يالف بقيه الكلام على مزاجه هو بقى. حماده عسل، حماده فول، حناده حناده حناده. طب يا حناده، اكتر فيلم تعبت فيه؟ اكتر فيلم تعبت فيه كتمثيل ولا كمجهود؟ ولا كتمثيل هيبقى التوربيني. كتمثيل هيبقى التوربيني طبعا. كمجهود؟ كمجهود حوش اللي وقع منك. حوش اللي وقع منك اللي انا انتهيت منه. ده وتعبت فيه قوي، عملت فيه مجهود كتير، واتمنى يا رب انه يطلع. هو لسه في مراحله الاخيره، مكساج وحاجات كده. ان شاء الله بس يطلع فيلم كويس باذن الله. ان شاء الله. اكتر فيلم انبسطت في كواليسه او عمل على فكره، ممكن يكون مسلسل، ممكن تكون مسرحيه زي ما انت عايز. ساره، مسلسل ساره. اتبسطت في الكواليس قوي بجد، قوي 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 يعني. كان يعني ما تتخيليش، احنا كنا مثلا بنعمل بريك كلنا بنقعد ناكل مع بعض بالعمال والاكل بقى اللي انت عارفاه بقى، اللي هو حنان بقى، حنان طبعا تركي. حنان تركي مقضيها بقى في مره رنجه، مره فسيخ، مره طواجن، مره بتاكل الناس قوي قوي. ما اعرفش هي نفسها، وهي على فكره غريبه لانها بتاكل. بتاكل ما شاء الله. يعني بتاكل بس ما يعني ما فيش حاجه يعني. ما عندهاش مشكله، ما تفهميش، هي بتحرق بسرعه يعني. ما شاء الله. لكن هي بسم الله ما شاء الله بتاكل وبتاكل كل اللي حواليها بقى. بتحب دايماً تاكل الناس. متعه برضو على فكره. طبعا متعه ان الواحد يعمل اكل وياكل الناس. اكل دلوقتي؟ بتحب تاكل؟ انا بحب اكل طبعا، امال انت شايفاني واقف قدامك عامل ازاي؟ اكلت ايه النهارده؟ النهارده انا يعني صحيت متاخر يعني ما اكلتش قوي، عملت شربت نسكافيه واكلت ساندوتش جبنه وزيتون. لا ده مش اكلك ده يعني. لسه ما انا هاكل بعد البرنامج على طول. هضرب جامد يعني، هديها جامد، اكل جامد يعني. ان شاء الله. لازمك تقعد. اقعد فين؟ هي وراك. وراك والبتاعه دي بتاعت ايه؟ لا دي ممكن تقعد برضو، بس انا مش هنقعد هنا دلوقتي. اقعد هنا. ماشي. في ميه لو عايز تشرب، صالحه للشرب، ما تقلقش. ده في كل حاجه والله. لا لا مش عايز اشرب دلوقتي. تمام. هتيجي ولا لا؟ جايه حالا. الكرسي التاني ده ليا والله. محتاج تعتذر لمين دلوقتي حالا؟ اعتذر. اعتذر لمين؟ اعتذر لاي حد انا غلطت فيه ومش فاكر. لا مفيش حد بعينه يعني. لا والله يعني ما اعتقدش ان انا ضريت حد او اذيت حد محتاج اعتذر له،
لكن لو في حد انا ضايقته وانا ما اقصدش او مش واخد بالي اعتذر له دلوقتي حالا واقول له ارجوك سامحني لان انا بجد ما اقصدش ازعل حد يعني. ايه اكتر كلمه بتحبها؟ فن. اكتر كلمه بتكرهها؟ كذب. اكتر صوت بتحبه؟ انغام. اكتر صوت بتكرهه؟ اكره اكتر ايه انكر الاصوات عند الله الى صوت الحمير. بالظبط. صوت الحمير. ما بتحبش صوت الحمير؟ اه طبعا. كانوا بيدلعوك بيقولوا لك ايه وانت صغير؟ حماده. حماده برضو. طب قول لي يا حماده. ده لسه ماما بتقول لي حماده لغايه دلوقتي. كلنا بنقول لك حماده. لو بعد الشر بعد الشر بعد الشر حصلت حريقه وقدرت تنقذ كل عيلتك وكله تمام وهترجع تاني تجيب حاجه، ممكن ترجع تاني تجيب حاجه واحده، هتجيب ايه؟ خلاص يعني كبني ادمين تمام. ارجع اجيب ايه؟ مش هرجع اجيب حاجه ولا حاجه تفرق معاك. لا خالص. لا خلاص. لا ما اهلي وعيلتي واللي حواليا بخير. يعني مش هيبقى عندي وقت ارجع اجيب حاجه لان لازم اقعد بقى اشكر ربنا كتير. ام محمد عندها 3 ولاد. الاول اسمه مارس. اسمه ايه؟ مارس. مارس. التاني اسمه ابريل. التالت اسمه ايه؟ مايو. هي اسمها ايه؟ هي اسمها ام محمد. يبقى التالت محمد طبعا. ماشي يا حماده، ميرسي عليك يا ميرسي يا روحي. طب قول لي لو كان لو ممكن تبقى شخص تاني لمده اسبوع تختار تبقى مين؟ اختار ابقى شاعر. مين تحديدا؟ مين تحديدا؟ طبعا صلاح جاهين. ممكن تعيش في شخصيه صلاح جاهين اسبوع؟ طبعا. اتمنى يعني اتمنى ان يبقى عندي الفلسفه دي ويبقى عندي الفكر ده ويبقى عندي القدره دي على التعبير بشتى الطرق. يعني هو ما كانش بيعبر بالكلام بس، ده كان بيعبر بالرسم والكاريكاتير وكل حاجه. فطبعا حاجه مهمه طبعا. لو هتتنفي في جزيره بعيده لمده سنه وممكن تاخد معاك حد بس، هتاخد مين؟ واحد بس. واحد بس. طبعا يعني مراتي مش محسوبة يعني. مراتي اكيد. مش محسوبة. مش محسوبة. احلام. تمام. معايا يعني اكيد صح. لو حد غير مراتي هيبقى حمزة طبعا. حمزة ابنك. ما طبعا. ولو حاجة بس. حاجة واحدة بس. على الجزيرة دي اخد معايا حاجة واحدة لمدة اسبوع. اخد معايا مثلا ايبود هيبقى عليه افلام وهيبقى عليه اغاني. مزيك. برافو عليك. هو مش اسبوع، هتبقى سنة. لو سنه يعني. لو هقعد سنه اخد معايا ايه؟ صعب قوي ده، لازم اخد حاجات كتير. دي سنه يعني. ايه حاجه؟ حاجه واحده بس. ما تفكرش كتير، لازم تبقى على طول. والله لا، ما انا هقعد سنه لازم افكر براحتي يعني. يعني انا هقعد سنه وافكر في ثانيه. اخد معايا ايه؟ هو نفس الايبود ده، لان هيبقى عليه بقى كتير. والشاحن بتاعه مفيش شحن في الجزيره. خلاص مفيش. تمام يا حماد. طيب بص، ممكن تفضلنا جيوبك؟ افضي جيوبي دلوقتي؟ او تطلع لنا حاجات انت عايز تطلعها من جيوبك؟ اشمعنى يعني؟ هي فكرة البرنامج كده، لو عايز لو مش عايز. انتوا جايين تقلبوني يعني ولا ايه؟ لا لا لا، في محفظة يعني، في صور في المحفظة كده. لا والله المحفظة مش معايا. لا خلاص، يبقى خلاص معايا الموبايل في جيبي وفلوس. كام؟ دي فلوس مش مصري، دي مغربي، عشان انت لسه راجع من المغرب. بالظبط. في فلوس مغربي وفي يورو. يا سلام. وفي دولارات. يا سلام. يا عملتك بقيت بتتاجر من عمله يا احمد وانا مش عارف. وفي في الجيب الثاني فلوس مصري. خمسينات وفكه. ربنا يزيد ويبارك. بس كده. وفي موبايل. تمام خلاص، مش عايزين نشوف الموبايل. تمام. نحترم الخصوصيه. الله يبارك فيك. في مرايه جنب الباب. في مرايه جنب الباب. شفتها؟ ممكن تروح عندها. انت هتيجي امتى؟ انا جايه حالا. حالا دي بقالي كتير بسمعها. انا هطلع من المرايه. انا حاسس ان هو كده يعني البرنامج يعني كده وخلاص. انا هطلع من المرايه. اقف قدام المرايه. اتفضلي. كانك بتتفرج على نفسك اهو. شايف نفسك ازاي؟ شايف نفسي تخين. تخين.
قرب عايز شوية. عايز اقص شعري لانه أيوه. طول بس انت مش عايز تخس قوي يعني، انت كده هو ده احمد رزق، وانا بصي هنتضايق لو خسيت. ما انا عارف، ما انا هي دي مشكلتي بقى، ان الناس اللي هتتضايق دي، بس انا مش هخس لدرجه ان انت ان انا ابقى واحد تاني. يعني ايه؟ عايز اخس شويه صغيرين بس. اوكي، يعني ما اوعدك ان هبقى زي ما انا كده. حاضر. امشي أول... لا، اول انطباع الناس بتاخده عنك ايه؟ ان انا بهزر طول الوقت، وده مش حقيقي. ده مش حقيقي خالص. آه. يعني انت بتهزر كتير طبعا ودمك خفيف جدا، بس انت عميق. انا عميق صح. انا ابدو تافه لكن جوايا عميق. ابدو تافه ولكني عميق. ايوه. لا انت طبعا لا تبدو تافه، انا بهزر معك. لا ممكن الناس ما تتخيلش ان ممكن كوميديان يتكلم بجد شويه. لا اكيد الكوميديان ده بيقعد يهزر طول الوقت، بيقعد في البيت مقضيها ضحك ونكت وافيهات، وبيبقى عندهم التصور ده، وده من خلال الاعمال اللي هو بيشوفوها يعني. لكن في النهايه واحد بني ادم يعني، عنده احاسيسه ومشاكله ومشاعره وكل حاجه يعني. طبعا. اكتر حاجه بتحبها في شخصيتك ايه؟ والله ما بحبش اتكلم عن نفسي يا دودو، انت عارفه. انا عارفه، بس لازم تلاقي حاجه. اكتر حاجه بحبها في نفسي انا حبي لاصحابي. اكتر حاجه بتكرهها في شخصيتك؟ ترددي. في شغلك برضو؟ انا في شغلي ببقى متردد جدا يعني، عشان ادخل عمل دي مأساة يعني. باخد وقت كتير عشان اقول خلاص هو ده الوقت العمل اللي انا هخشه يعني، ببقى متردد برضو في شغلي. صح. بس خلاص بمجرد ما بستقر ببقى خلاص الموضوع بالنسبه لي منتهي. تمام يا حماده. تمام يا حبيبي. انت فين بقى؟ في كونسول تحت السيديهات كده، تفتح الدرج التاني. التاني. تمام، فتحت الدرجه. ايوه تمام. سيب الدرجه على الارض، مش مشكله. في ايه جوه الدرج؟ في كاميرا وفي قلم برضو، ممكن تلتقط القلم. ممكن تدوس على، بص بقى، في زرار اللي هو على بره ده خالص، لا 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 لفها الناحيه الثانيه، زرار اللي بره خالص لازم تدوس عليه، على الشمال، شمال فوق. ايوه ده الفلاش. أوكي. كده ايوه. اكتر حته قلت فيها كلام حلو، كلام عجبك كده، مش لازم بوز وابتسامه وكده. لا انا ما عنديش الكلام ده اساسا. أوكي. انا بكره الفوتوغرافيا. اي حاجه نفسك تقولها؟ اكتب بالقلم. بالقلم. اوكي. نورتني يا احمد. والله العظيم انت يعني مش عارف اقول لك ايه. انا بص انا كتبت ايه؟ بقول لك بجد برنامج تحفه، بس كان نفسي اشوفك. انا وانت طيب، دي حلوه الصوره. انت بتقول انا بكره الفوتوغرافيا. يكره الفوتوغرافيا. لا والله ما بحبش الفوتوغرافيا، بحس ان انا لازم اقف اعمل حركات بوشي وبتاع بدون داعي، فما بقاش حلو قوي البرنامج. بجد؟ تحفه، فكره جديده جدا. عجبك؟ انبسطت؟ فكيت جدا. ما عشان كده سيبتك لوحدك. فكيت جدا وحسيت ان انا عارفه كاننا مثلا بنتكلم بعض في التليفون. بالظبط. وبنرغي في اي حاجه. انا حسيتك كده. والله. لا بس 100 100. بجد؟ 100 100 يا جماعه والله.